الآن خلينا ناخذ مثال ونوضح به الفرق ما بين الفرضية الصفرية والبديلة. مثال الأول، اذكر الافتراضات الصفرية والبديلة لكل تخمين. State the null and alternative hypothesis for each conjecture. أي يعتقد باحث أنه إذا استخدمت الأمهات الحوامل حبوب فيتامينات أو مقويات فإن وزن المواليد سيزداد. الوسط الحسابي لوزن الولادات بشكل عام من السكان بحدود 8.6 رطل. الرطل هو تقريبا نصف كيلو، يعني إذا نقسمها على 2 8.6 يطلع 4.3 كيلوغرام لكل طفل أو ولادة. با يفترض مهندس أنه يمكن تقليل الوسط الحسابي لعدد العيوب في عملية تصنيع الأقراص المدمجة لمهام محددة باستخدام الروبوتات بدلا من البشر. مهندس من المهندسين يقول أني أقدر أقلل من الوسط الحسابي بالعيوب اللي ممكن تنشأ عن عملية تصنيع سيديات أو ديفيديات اللي بها مهمات معينة إذا استخدمت الروبوت بدال البشر. البشر دائما عنده نسبة خطأ معينة، أنا أريد أستخدم الروبوت وبالتالي راح أقلل من الوسط الحسابي الوسط الحسابي لعدد الأقراص المعيبة لكل 1000 قرص هو 18 قرص. كل 1000 قرص يطلع 18 قرص بإشكالية. سي أو دي، يشعر الطبيب النفسي أن تشغيل الموسيقى الهادئة أثناء الاختبار سيغير نتائج الاختبار. As a psychologist feels that playing soft music during a test will change the result of the test. راح يبدي يتغير عنده إذا شغل هاي الموسيقى. الطبيب النفسي غير متأكد مما إذا كانت الدرجة ستكون أعلى أم أقل، هل راح يكون أكثر زيادة يعني تحسن في الحالة أو بالعكس يصير اتجاه سلبي. هو ما متأكد، فقط هو يقول أنا راح أشغل الموسيقى وأشوف. في الماضي سابقا كان الوسط الحسابي للدرجات هو 73 درجة. In the past the mean of the score was 73. يعني إذن هذا الطبيب من يشغل موسيقى معينة ويجي يحسب درجة معينة من الدرجات، سابقا كان عنده درجات 73. خلينا نشوف الحلول مالتها. النواتج كما مبينة في الحل، ونلاحظ بأن وزن الولادات حسب ظن الباحث يجب أن تكون أكبر من الوسط الحسابي. شوفوا الفرضية الصفرية الوسط الحسابي 8.6 مثل ما شفناها باوند. أوكي، الفرضية البديلة أنه لازم شيء يصير أكبر إذا استخدمت الأمهات الفيتامينات، إذا لازم يصير أكبر من 8.6. إذا هاي الفرضية الصفرية، هاي الفرضية البديلة. بالحالة الثانية يقول أنا عندي 18 قرص قاعد يتلف، أوكي؟ فرضية صفرية من كل 1000. إذا الفرضية البديلة شو يصير؟ إنه لازم يقلل من ال 18، يسوي 16 15 10 وهكذا على مود يزيد يقلل وسط الحساب وبالتالي باستخدام الروبوتات. الحالة الثالثة الطبيب كانت عنده الفرضية الصفرية 73. القراءات اللي موجودة عدة 73 هاي الفرضية الصفرية. الآن هو ما يعرف الوسط الحسابي مالته لا يساوي 73، ممكن أعلى ممكن أقل لأنه ما عنده معلومة 100%. شوفوا the physicist is not sure whether the grade will be higher or lower. هنا ريدة زيادة. The birth of the average birth. The researcher thinks that if expected mother using vitamin will, the birth weight of the babies will increase. نا زيادة أكبر. هنا أنا أيضا أقل. Less. راح يكون أقل. Can be decreases. هنا أنا not sure. ثلاثة قدام. بعد تحديد الفرضية يصمم الباحث الدراسة ويختار الباحث الاختبار الإحصائي الصحيح ويختار مستوى الأهمية المناسب ويضع خطة لإجراء الدراسة. After stating the hypothesis مثل ما شفنا ولادات وزيادة وزن، أقراص وتقليل مشاكلها، موسيقى ونطلع منها كدرجة وهكذا، حدد الفرضية، يصمم الباحث الدراسة ويختار الباحث الاختبار الصحيح اللي يشتغل على أساسه
ويختار مستوى الأهمية المناسب ويضع خطة لإجراءات الدراسة. يستخدم الاختبار الإحصائي البيانات التي تم الحصول عليها من عينة لاتخاذ قرار حول ما إذا كان ينبغي رفض الفرضية الصفرية أم لا. A statistical test uses the data obtained from a sample to make a decision. أنا لازم اتخذ قرار about whether the null hypothesis should be rejected. Okay. ليش؟ لأن احنا شفنا قبل شوية بالمثال السابق انه هذا الحكي صحيح، احنا نبقي 8.6 لو نستخدم الوسط الحسابي الجديد، نبقي 18 لو نقلل، نبقي 73 لو نغير. اذا هاي الفرضية الصفرية باقية على وضعها، لو نلغيها هنا راح تبين عندنا اهمية هذا الموضوع. تسمى القيمة العددية اللي تم الحصول عليها من اختبار احصائي بقيمة الاختبار. The numerical value obtained from a statistical test is called the test value. قيمة الاختبار. في هذا النوع من الاختبارات الإحصائية يتم حساب الوسط الحسابي للبيانات التي تم الحصول عليها من العينة ومقارنتها بالوسط الحسابي للسكان. In this type of statistical, the mean is computed for the data obtained from the sample and is compared with the population mean. Then a decision is made to reject or not reject the null hypothesis on the basis of the value obtained from the statistical test. أنا سويت هسه statistical test, okay? سويت test value. هسه راح أقرر راح أرفض الفرضية الصفرية أم أبقيها. إذا يتم اتخاذ قرار برفض أو عدم رفض الفرضية الصفرية على أساس القيمة التي تم الحصول عليها من الاختبار الإحصائي. إذا كان الفرق كبيرا يتم رفض الفرضية الصفرية. إذا لم يكن كذلك فلن يتم رفض. إذا if the difference is significant, إذا كان عالي الفرق عالي, the null hypothesis is rejected. إذا أكو فرق عندي كبير مثل ما شفنا قبل شوية هنا, إذا بالفعل إنه هاي الفرضية بس أنا هنا طلعتها مثلا 12 13 14 وهكذا مثلا, أو بالعكس نزلت إلى 5 6 4 ونص 5 ونص 6 ونص, إذا فرق ما بين 8.6 إلى القيمة اللي أنا واجدة, إذا الفرضية الصفرية راح بهالحالة تلغي, وهكذا بالنسبة لبقية الأرقام. في حال اختبار الفرضية هناك أربعة نتائج محتملة في الواقع. قد تكون الفرضية الصفرية صحيحة أو لا تكون, ويتم اتخاذ قرار برفضها أو عدم رفضها على أساس البيانات التي تم الحصول عليها من العينة. النتائج الأربعة المحتملة موضحة في هذا الشكل اللي نشوفه قدامكم. لاحظ أن هناك احتمال اتخاذ قرار صحيح واحتمال قرار غير صحيح. بهذا الشكل اللي تباعون عليه أكو فرضية صفرية صحيحة, فرضية صفرية خاطئة, وهنا فرضية أوكي هاي فرضية صفرية, وهنا هاي نفس العملية هنا فرضية صفرية, هنا rejected هنا not rejected. شوفوا أكو خطأين راح يتبرر. الفرضية الصفرية صحيحة بس ألغيت rejected رفضت, والفرضية الصفرية لم ترفض not rejected أوكي, بينما هي خطأ, هي خاطئة بس ما إذا هنا أكو خطأ موجودة عندي, بينما هنا صواب, لأن هاي هنا فولس ورفضتها, وهنا ترو هي أوكي واستخدمتها not rejected. إذا هذا القرار صحيح, هذا القرار صحيح, لكن هذا الإرر هنا الخطأ الأول والخطأ الثاني ناتج عن شنو؟ إنه أنا عندي قيم, عندي بيانات معينة, سويت الفحص بس مرة هي صحيحة القيمة صفرية بس لغيتها فرضية صفرية, وهنا الفرضية الصفرية خاطئة ومع ذلك استخدمتها. هنا خلينا نشوف هذا A type 1 error occurs if you rejected the null hypothesis when it is true. هي صحيحة مع ذلك وأنا رفضتها. وهنا A type 2 error الخطأ الثاني النوع الثاني occurs if you do not rejected the null hypothesis when it is false. ما ترفضها لكن هي خاطئة. خلينا نطلق فد مثال على هذا الموضوع ونشوف شلون التطبيق مالته يكون واضح. هنا راح انا احكيها بشكل مباشر. تشبيه هو موقف لموقف اختبار الفرضيه هي محاكمه امام هيئه محلفين في المحكمه. في المحاكمه
هناك أربعة نتائج محتملة: المتهم أما مذنب أو بريء، وسيتم إدانته أو تبرئته. أوكي؟ معنى إذن الفرضيات هي الزيرو المدعى عليه بريء، يعني المتهم بريء، هاي الزيرو، والأتوان مدعى عليه ليس بريئا أي مذنب. بعد ذلك يتم تقديم الأدلة في المحكمة من قبل المدعي العام، وبناء على هذه الأدلة تقرر هيئة المحلفين الحكم بريء أو مذنب. إذا أدين المدعى عليه ولم يرتكب الجريمة فقد ارتكب خطأ من النوع الأول وبريء وأدين. أوكي؟ انباوع وين؟ المربع الأول innocent، الفرضية الصفرية، المتهم بريء، بس الهيئة المحلفين قالت لا. أوكي؟ convicted. إذا هذا خطأ، هو بريء واتهموه بهذا الاتهام. ماشي. من ناحية أخرى، إذا أدين المدعى عليه وارتكب الجريمة فقد تم اتخاذ القرار الصحيح، المربع الثاني، هو not innocent، المدعى عليه المتهم not innocent، والمحكمة قضت بتجريمه convicted، إذن صحيح correct decision. بالمربع الثالث، هو innocent وشنو؟ طلعوه، قالوا أنت بريء خلاص ماكو إدانة، إذن هذا قرار صحيح. وأخيرا بالرابع، هو مجرم not innocent بس برئوه. أوكي؟ شنو صار؟ ما صار عندنا إشكالية هنا، هو مجرم بس مع ذلك طلعوا. إذا تم تبرئة المدعي عليه وارتكب الجريمة فقد حدث خطأ من النوع الثاني، المربع الثاني. هذا مثال بسيط نبين به إنه الفرق ما بين الزيرو وأتوان. هذا احنا دا نتكلم عن الأزيرو اللي هي الفرضية الصفرية، وأي الأخطاء اللي ممكن عندنا اللي تقع هي خطأين، على مود نعرف لاحقا إنه إذا أردنا نرفض هاي الفرضية الصفرية ونستخدم الفرضية البديلة شو راح تكون النتائج مالتنا.